معاقبة الرجل بأخذ ماله بأخذ غرامة عليه جاء. هذا في التفصيل، هذا في التفصيل. إذا راه ولاة الأمور لجريمة تجب معاقبة المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم ينع الزكاة إن آخذه وشطر ماله، والذي يأخذ من الثمر يسرق من الثمر أمر النبي بمعاقبته بمثل ما أخذ وجلدات أيضا إذا رأى ولي الأمر على حسب الوعد الشرعي، يعني هم للهوى على حسب الوعد الشرعي.